خليل، أنا ضليت عجنب وبقيت ساكتة تما فوت بيناتكن، ومع هيدا وكله طلعت أنا العاطلة. بصراحة ما بقى عبالي حدا يتهمني بشي ما عملته، اتحاسب واتعرض لإهانات مش مزبوطة وبلا سبب. بما إنه على الحالتين حأتحاسب، خليني أتحاسب عشي بيستاهل. أكتر من مرة عملتها فيها. ساعدكم بشي؟ لا حبيبتي مرسي، كل شي جاهز. مرسي كلك زو. طيب إذا حسيتوا شي خبرونا. أوكي. بتموت إذا ما بينت هي البطلة. يلا يلا تنحضر هون. يلا ما هي بتحكيني ديو؟ لكن أنا رح فوت وأنتو خدوا راحتكم. أوكي. أنت شو فكرك عم تعملي؟ ليه رحت لعندها على الشغل وعلقتي فيها للبنت؟ دغري خبرتك؟ مو على أساس ما في بيناتكم شي وما بتعرف عنك شي؟ إيه؟ ما كان في شي بيناتنا. ما كان؟ ما فهمت. يعني هلأ صار في شي بيناتكم؟ ولك أنت بكل عين وقحة واقف قدامي وعم تدافع عن عشيتك خليل، شو صاير لك أنت؟ قراري ما له علاقة بحدا، وأنت بتعرفي كتير منيح شو السبب. ما رح نزعله ليلته لخيه، بس ما رح أجل الموضوع أكتر من هيك. شو يعني ما رح أجل الموضوع؟ ما فهمت. من هالناحية ما تخافي، ما تعطلي همها. أنا عم جرب كون صريحة من الأول مشان بعدين ما يصير في زعل بيناتنا. إيه؟ إن شاء الله ما كون عم بنفهم غلط. عودنا على أسلوبك مدام سيرين، بس بنتك عرفت تختار. يعني أنا ما بحب أطلع مثل هود الأمات اللي بحبوا يشكروا بولادهم، بس هادي شاب كتير مميز. كل ولادي مميزين على خليليهن. خلينا نفوت بصلب الموضوع. بليز إذا بارت طلب الإيد كان وي سكيبت إنه خلص قبلنا وقلنا أوكي، يعني ما في لزوم للرسميات ما هيك؟ نحن صرنا عائلة وحدة، شو عادل؟ نحن بخاطر الجماعة اللي بتشوفوا. طيب لكن جاد عيط لخليل ونايا وينه؟ بدنا نلبس المحابس. ايه يلا. انا ما رح هدم بيتي كرمال تروح تتسلى مع وحده فلتانه جايه من الشارع. نايا يا جماعه انا كثير اسفه، بس انا سكتت بما فيه الكفايه لانه عندي طفله صغيره، بس اكثر من هيك ما عاد فيني. مجنونك خليل روق. شو بيك؟ شو صاير لكم؟ شو صاير لكم؟ ابنك رح يطلع. امير بحكيك بعدين حبيبي. لحظة لحظة بابا، نحن بالمستشفى. بابا بليز ما تتأخر عجل.